بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرف جلو لينكس. معكم ابو جيب. اليوم بكلمكم عن توزيع لينكس دي بين 2014. طبعا داري مليتهم من الدروس اللي سويتها الاسبوع اللي راح صح، وكم يوم قبله برمج وجدر حمايه والى اخره. واول ما قلت مليته على طول العالم كله غير. طيب قول لي غير وغير، ترى عادي جدا، ما تخلوني انا قد اشتغل عامج الحالي بعدين اكتشف انه ما في حد يتابع الفيديوهات. طيب اليوم بكلمكم عن توزيع لينكس دي بين 2014. طبعا التوزيع هذه من التوزيعات اللي وصلت من زمان، بس ما سويت المراجعة علشان لما طلب مني مراجعة كانت 2014 لسه يعني تقول بوضع بيتا، اوكي، فما حبيت اني اتكلم عنها الا ما ينزل اصدار رسمي. انتم عارفين ليش ما ينزل اصدار رسمي، يكون تم اختباره الى اخره. طبعا صارت لي مشكله قبل شوي نسجل وبعلمكم اياها قبل شوي، مشكله سخيفه جدا خلتنا وقفه التسجيل. طبعا هي مشكله سوء استخدام من حضرتي. التوزيع طبعا عارفين انه التوزيع من الصين الشعبيه، اوكي، لكن صار فيه جميل جدا موضوع دعم اللغات، بس اللغه العربيه ما شفتها اعتقد، بشوف عن اللغه بعد شوي. طيب التوزيع فيه لمسه خرافيه، اوكي، طبعا كثير قلت انه في لمسه جماليه، لمسه جماليه، لكن هذه في لمسه خرافيه، في تغيير جذري، اوكي، في اشياء جديده، يعني تستخدم نظام تحس انك اول مره تستخدمه، ما فيها زي ما تقول نفس الاشياء اللي معتاد تشوفها، تشيط فوق تشيط تحت، ما في، في شيء جديد بتشوفه اليوم. اليوم التوزيع هذا شيء جديد. طيب نقول بسم الله. ابغى اكتشفه معكم، بعض الخيارات تركته ما فتحته، قلت عشان افتحها مع بعض ونفصل التوزيع هذه لان تستاهل. طيب اليوم بتنقل كثير بالشاشه، فعلى حسب الشاشه. طبعا التوزيع حطوا لك مكان هناك، اصبر، هناك بالزاويه هذيك، لما تمرر الماوس عليه يطلع لك اللي هو اللونشر هذا حق البرامج، شايف؟ جميل جدا. هنا بيطلع لك البرامج اللي انت فتحتها او اللي انت تفتحها باستمرار، وهنا في التصنيفات، لما تضغط على التصنيفات تجيك البرامج. طبعا التوزيع مليء بالاشياء الغير حره، وبوريك بنهايه الفيديو كيف تمسح البرمجيات الغير حره، لكن ممكن تمسح عن طريق الفي ار ام اس اذا تعرف في ار ام اس. طيب نقول بسم الله ونشوف. في عندك برامج الانترنت التاليه بوت كلهن، طبعا ما راح اركز الا على برامج ديب هن فقط لان برامج هذه معروفه. ملتي ميديا راح تلاحظ هنا في ديب هن موفي، ديب هن ميوزك، طبعا برامج خاصه بهم تم تطويره او تم بناء على برامج ثانيه الله اعلم. هذا هو طبعا جميل جدا شكله، تحس انك فخم، تحس انه بيطلع فيلم جديد وانت بس شغلت فيه. طيب يلا طبعا بالمناسبه على الفيرتشوال بوكس فممكن ما يشتغل معك مزبوط هذا، لان الشاشه انا ما حطيتها مع عموما، ما بقدر اشرح لك انا، هذا مشغل موسيقى، مشغل موسيقى جميل جدا طالع بشكل مستطيل كانه جوال، اوكي، شايفين جمال؟ يا جميل انت. لما تجي تسكره ايضا يعطيك الرساله هذه، طبعا ممكن تشيل عند الصح، هل تبي تصغره او انك تبي تقفله؟ بحيث انكم تشغل مقطع معين وتخليه شغال وبس توقف هذا. طبعا اسوي لك ويت، بعدين راح نروح مره ثانيه بالمنطقه هذه، عاد هالمره ركبت راسي بفتح. طيب ثم نروح للالعاب، الالعاب في برنامج واحد لكن مليء بالالعاب، خذينا بالالعاب فلاشيه، مريت عليه بسرعه قبل شوي ما شيكت عليه صح. دي بين شوت سكرين شوت، طبعا برنامج تصوير شاشه، برنامج تصوير شاشه، لما اقول لك برنامج تصوير شاشه تخيل بصور الشاشه، هذا في ابداع اوريك شلون. الحين عندك ماوس شايف، طلع المنطقه تبي انت بتصورها مثلا المنطقه هذه، اوكي، لما تخلص نظلل يجيك هنا اشياء، ممكن تكتب عليها، ترسم، ترسم دوائر، تسوي كلام فاضي الى اخره، تحفظ الصوره، تم حفظ الصوره في هنا، تروح الفايلز تمام، تفتح مدير ملفات يلا، ثم بتحصل نفسك اعتقد مع الصور هنا، اوكي جميل جدا صح ولا مش صح؟ طيب هذه الصوره سويناها قبل شوي، نرجع مره ثانيه على بساط الريح، اوكي، هذه برامج المكتب، طبعا ما في شيء يذكر، انا اشوف تشمسي هذا من اسمه يبدو انه صيني، فانا خايف اقول الكلمه هذه مره ثانيه ثم يطلع لي ذاك يطلع من البريج الازرق. طيب فعاد يبدو انه قارئ كتب هذا من ايقونته، اوكي، ولكن البقيه برامج نعرفها جدا مشهوره. نروح هنا للاعدادات او السيستم، طبعا ما ادري شو حاطين هذا هنا، كنترول سنتر فيها حركه جميله جدا، ما بتكلم عن اللعبه التحكم الحين. ديبن بوت ميكر، اوكي، هذا يحرق الاسطوانات يعني يحط لك هذه على الفلاش، اوكي، اسمه بوت ميكر، توقعت شيء ثاني. طيب بنكون نروح للاعدادات مره ثانيه ونشوف ايش فيه. في عندك ديبن ستور، طبعا هذا مدير البرامج، تقريبا مشابه للنسخه اللي راحت، ما ادري ممكن يكون في اضافات جديده خاصه بالاستقرار البرامج والى اخره. طيب جميل جدا، طبعا حلو يكون عندك برنامج زي هذا، لما تدخل برا مره والثانيه تحصل فيه برنامج زي ما تقول يقولوا لك انه برنامج جديد وحامله والى اخره، مو مثل ارش ولا ديبيان ولا ذولي ما في شيء، برنامج اذا تعرفه ولا ما ادري عنه. طيب
حق تقسيم في حلو فيها التعريفات وايرلس، عندك مشاكل بتعريفات وايرلس يوتيليتيز بالنهاية الادوات، في عندك الديب ما فيه شيء جديد فتحته قبل شوي طرفيه عاديه، ديب ان ترانسليتور ما ادري يمكن يطلع لك صيني الحين طنق 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 اي في شيء طلع هنا هذا يتغير شكله ايش موضوعه ممكن افهم ايش صار هنا اوه pause translation translate only when holding control key pause english english okay settings وش قصته مترجم ده طيب وشلون ابا يبدو انك اذا نسخت شيء خليك تترجم تبون نجرب وحنا ورانا حاجه خلنا نفتح ذا نكتب افتح جيدت نكتب هلو ممكن ترجم لي صار شيء يا ولد الا ظللت يطلع لك هنا شيء طيب خلونا نغير اللغه مثلا نشوف ايش يصير طبعا خلاص الحين بزعجكم عندما ترجم ذا بتصير توزيع احسن توزيع بالعالم انجلش انجلش ايش في لغات سورس لانجوج خلي انجلش تارجت لانجوج اوه ذكرت محاضرات الترجمه زمان عربيك اوكي طيب خلينا نترجم هذه نشوف هاي طيب اوكي ممكن لازم اسكر ذا ترجمه اقول لك ترجمه هاي وين راح لتو يطلع ايه ما راح ابان طيب اوكي يسعدك يسعدك ابشر امك طيب سكر هذا الحين بنروح نشوف هذا نفتح جميل جدا المترجم عجبني صراحه اي طبعا في مترجم اسمه جولدن ستار دكت ايه ستار دكت طيب يبدو انه خلاص هذه برامج اليوتيليتيز خلصناها يس طيب لوحه التحكم ليش ما تكلمت عنها لانه موجوده هنا فلوحه التحكم زي ما تقول دائم جاهز لك لاحظ انها موجوده وكل شيء تمام طبعا لوحه الافتراضيه بالشكل هذا بتجيك لما تمرر الماوس هنا بتجيك لوحه التحكم وبسرعه تفتح في عندك هنا زر الطاقه للتشغيل والايقاف عفوا الايقاف فقط بتشغل وهو يشتغل اصلا بيجيك هنا بعض الاعدادات طبعا اعدادات المستخدمين والاخير راح ندور عليهم واحده واحده المميز الموضوع لما تفتح يوزر اكاونت تبقى الاعدادات هنا بحيث انك لو حبيت ترجع لها ممكن ترجع لها طيب انا بقول لكم الحين وش السخافه اللي صارت قبل شوي طبعا المايك الحين ازعجكم طيب اوكي انا افتح الديسبلاي الحين طبعا هنا ممكن تدير المستخدمين تضغط على المستخدم تغير الصوره تمام يطلع حط لكم الباسورد اكيد طيب نرجع راح تغير الصوره من هنا ثم تفتح الديسبلاي الديسبلاي ممكن تغير العرض من هنا على كيفك طبعا في حركه جميله جدا اللي هي الدخول التلقائي لو حاب يكون في دخول تلقائي ممكن تلغيه على كيفك في عندك هنا الشاشه ما راح اسوي شيء بالشاشه ديفولت ابلكيشنز اللي تطبيقات الافتراضيه ايش المتصفح الافتراضي عندك ممكن تغيره من هنا ايش البريد الافتراضي عندك ممكن تغيره من هنا وهكذا في عندك هنا البيرسوناليزيشن التشخيص والتخصيص ممكن تختار الثيم اللي تبي فممكن تضغط على الثيم اللي هنا وخلاص الويندو طبعا هنا في نوافذ فلما تختار على شكل النافذه وتروح تفتح والله هنا راح تلاحظ انه النافذه صار اطاره ابيض بينما كان قبل شوي اسود طبعا في هذا ليجاسي ايضا جميل جدا افتح ايوه يعني بكيفك انت قدام تصميم كثيره ممكن نفتح على ايكونز وش تختار يكون نبي مليان شايفين ثم نروح لما مثلا طبعا اهم شيء عندي بصفح المكتب خلفيه صفح المكتب ابغى غير خلفيه صفح المكتب شايفين في هنا خلفيات جميله جدا ايوه هذا ترى قدام بيتنا افتح باب البيت انا بطلع على الدوام نفس المنظر هذا بس انه في بطه هنا انا في بطتين احنا يكون في بطه هنا وعشان اضبط لكم الموضوع بصراحه في 7 بطات يمشون وراها صغار طيب نمشي هنا هذا اللي هو نتورك طبعا انت اول ما شغلت توزيع قمت شفت هذا شلته تمام اللي هو هل تبي في شبكه ولا ما في شبكه ممكن تجرب طفي من وقر انت طفي من هنا هذا الدوك ابلت انيبلد طبعا هنا بتلاحظ انه في شيء هنا اوكي جميل ولا مش جميل جميل لو عندك ويرلس ولا خير بيطلعون تحت كلهم ممكنك تشيل الايقونه هذه لو محابه هنا اعدادات البروكسي لو كنت تستخدم بروكسي معين الصوت ممكن تعدل على الصوت بهنا ترفع تقصر في بالانس يمين يسار واللي تبي كل شيء موجود هنا وايضا نفس القصه هل تبي تظهر ايقونه الصوت تحت ولا تبي تشيله طبعا لو شلته تختفي الايقونه في عندك هنا الوقت والتاريخ ما بيسوي شيء اداره الطاقه الفاره هذا الدرس هذا المنطق اللي خلصنا عيد الجديد سويت جيت سويت هنا ضغط على رايت بوتن على بالي انه تاب فاضغط هنا اقول يا ربي ليش ما غير طلع على طول هو شقلب لازم اختار الزر الايمن فلازم نضغط على زر يمين عشان تقلبه على زر يسار طيب
راحة المفاتيح طبعا سرعة راحة المفاتيح واللغة الافتراضية أعتقد ممكن تزيد من هنا. أوكي جميل جدا، ممكن أضيف عربي من هنا وخلاص تم إضافة اللغة العربية دان هي وناسة. طيب كيف أبدل؟ أوكي بنشوف بعد شوي. كابس لوك برومت وإيش هو هذا؟ يقول لك اضغط كابس لوك يطلع شيء. أوه جميل جدا. طيب فانكشنز اللي هنا الاختصارات راحة المفاتيح طبعا مكتوب هنا فانكشن مدري إيش. طيب سيستم لازم تشوف كل الاختصارات ذي تحفظها عن ظهر القلب لان التوزيع هذه متعب على اختصاراتها بصراحه. شوف هنا في بتظهر اللي هو اللونشر هذا حق التطبيقات اللي قبل شوي، اظهار سطح المكتب، اخلاق الشاشه، فتح مدير ملفات، كل شيء لو تقراها بشكل صحيح تكتشف ان شغلتك صرت بسرعه تشتغل تك 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 بعد المفاتيح ماشي. طيب خلينا نكمل نشوف وين تبديل لغه المفاتيح اللي هو راح تسوونه اكيد اللي هو سكرين سويتش ابلكيشنز كاستم. طيب ما في ويندو. طيب خلاص شكرا بغير العربي. طيب هم ممكن يستخدمون هذه. جميل تستخدم اللي هي سوبر مع مسافه سوبر اللي هو زر شو اسمه هذا البتاع زر الويندوز اللي عيش عام ميكروفيست. اوكي لا 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 يدعم عربي. طيب بننزل نكمل نشوف ايش فيه هنا على النظام ديفولت ستارت اب ممكن تعدل على ستارت اب حلو ولا وش هذا ما بدي والله. بوت ديلاي هذه شاشه الدخول بوت منيو هذه حقت الدرب ممكن تعدل من هنا على كيفك كم تبي من ثانيه وبتبدا اللي هو محمل القلاع تمام. نص الشاشه ممكن تعدله بعدين ممكن تضبط كل حاجه جميل جدا صراحه. سيستم انفورميشن معلومات عن النظام جنو هذا ما ادري على اي رخصه اكيد انه رخصه 2 فيجن 3 غريب فيجن 3 اوكي ما افتحت الموضوع. طيب خلينا نقفل هذا الحين. شفتوا توزيعه جميله جدا صح؟ خلينا نشوف سطح المكتب بسرعه. ضغط على الزر اليمين بيجيك هنا بعض الاشياء كورنر نافيجيشن. طبعا كورنر نافيجيشن هنا بيعلمك وش فيه موجود فانت لما تحط على زر اليمين كورنر نافيجيشن بيعطيك اللي هو هنا تشغل اللونشر من هنا ما في حاجة هنا في سطح المكتب فلما تكون فاتح شيء معين مثل الفايلز لو تمر بالمنطقة هذه بيصير عرض سطح المكتب يا أخي التوزيع ذي جميلة. طيب خلونا نشوف البرامج اللي تحت زي مثلا الستور خلصنا من الألعاب نفتح الألعاب طبعا طالت المراجعة أدري ولكن حقك ما جاك يلا افتح. هنا في ألعاب طبعا أغلبهم بالصيني طالع فأنا ثقافتي يعني شونغ كونغ بونغ هذه دولة بجنوب الصين فأعرف أقرأ الكلام هذا. هذا ما أدري وشو لكن هذا شكل اللعبة. عموما راح نضغط على اللعبة نشوف. إيه أنا تليم مو بزين في خمسة يلعبون والله إن تحت. أوكي نوقف شوي. أوكي حملنا اللعبة. في هناك زر أكيد إنه زر تشغيل بس ما أدري شو بيصير. أوكي طلع لي نملة. أوكي أوكي وش السالفة؟ في شيء هناك. طيب هي كم انزلع جيم كم انزلع وش طلع اقول لكم شيء والله ما فهم شيء. انا هذا العاب بتلعب العب على راحتك هنا هذه منطقه العاب. ايش في عندنا بعد تحت؟ خلاص يبدو ان هذا كل شيء خاص بتوزيعه. خلاص انتهت مراجعه التوزيع. اذا عجبتك شكرا مبسوط جدا الله يعطيك العافيه. راح اذا بتشوف شلون ثبت التوزيعه اوكي خليك معي لانه برضه طريقه التوزيع سهله جدا ثلاث خطوات بس. ايه رهيب صراحه لو كل التوزيعات تصير بالشكل ده والله بننبسط. بوقف عشان اسوي اعاده. اوكي عدنا. طبعا ما بتاخذ الشاشه كل هذا لانه مربعه والشاشه عندي مستطيله ولكن لا مشكله بعد ما انك تشغل التوزيع بيجيك بالشكل هذا. لاحظ حتى الجرافيكس هنا متعوب عليه مو بس بالتوزيع نفسه. طيب ممكن تختار اللغه اللي تابيه للتثبيت هنا. ابو عربي وتركي تبون تفتح تركي نشوف والله صراحة اهون علي بتاع انجليزي شوف حلقين ما فهم شيء عندهم بونزونغي فونزونغ. طيب بتجيك الحين اللي هي سطح المكتب. طبعا يتاخر يفتح بسرعه حسب سرعه جهازك. انستول دي بين دبل كليك هنا ثلاث خطوات بس صدقون ثلاث خطوات يا جماعه الخير انا انجنيت يوم شفت هذه دريت ندع في شيء. ها واحده اثنتين ثلاث بس. طيب اول شيء تكتب اسم المستخدم اللي تبيه
انا بسميه عبد المجيد. اوكي ثم بحط باسورد واعيد الباسورد مره ثانيه. اوكي نكست. اذا كان قرص طلب عندك جاهز مقسم جميل جدا. اذا تبي تقسمه تقوم تقسمه اعتقد من هنا اضغط عليه اكسبرت مود. اوكي ثم يلا تبدا تشتغل على التقسيم. سوي ديليت بارتيشن مثلا وتسوي بارتيشنات. طبعا ما راح اتكلم عن تقسيم قرص الصلب اكيد لانه في دروس كثير تتكلم عن قرص الصلب، ولكن نفترض اني حاب احط الروت عندي 15 1 2 3. اوكي راح اخلي كل شيء على الماونت، راح احط روت مثلا وبسوي لي سواب سريع سريع، مع اني ما راح احتاج سواب على فيرتشوال بوكس بس يلا. سواب اوكي بختار اوكي بس خلصنا. بعدين اوكي انستول يس خلاص تقعد كذا لين ما يخلص. انت مراجعه هذا التوزيع درس طويل شوي بالمراجعه، التوزيع تستحق اكثر من هذا. اللي ما حبيته بالتوزيع هو البرمجيات غير حره الموجوده. تمام توزيعات البرمجيات غير حره في تحت رابط اضغط عليه بتشوف فيه لقطه سريعه كذا وشلون تركب في ار ام اس. طبعا هو مجرد برنامج يظهر لك الحزمه غير حره بحيث انك تقدر تحذفهم.